طيب نروح لمنة طلال خميس وهي أولى المكفوفين. يا منة مساء الخير. ايوه مساء الخير يا منة، مساء النور. ألف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق. الله يبارك في حضرتك. احكي لنا التجربة بقى، خلينا نعيش معاكي التجربة عام من الشقاء، خلينا نسمع تجربتك، اتفضلي يا حبيبتي. السنة الأخيرة دي كانت تقيلة شوية بالنسبة للمكفوفين، يعني برأيي إن أنا أحول كتب مذكرات الحاجات دي من مبصر لبرايل كانت تاخد وقت. الوقت طبعا كان يعني عقبال ما أوصل للجزء اللي أنا وصلت له مع الأستاذ يكون فاتني حاجات كتير بسبب إن أنا يعني مش معايا برايل، بس كنت بعتمد في الحاجات لما يحصل حاجة زي كده كنت بعتمد على والدتي إن هي بتقرأ لي. منا معلش حبيبتي انا عايزه امشي معاكي خطوه بخطوه، كنتي بتحولي الكتب لطريقه برايل ازاي؟ ايوه معلش انا الصوت مش واضح قوي. كنتي بتحولي الكتب الدراسيه ازاي لطريقه برايل؟ الاول الكتب ان كنت مذكرات، انا كنت باخد دروس يعني مع مدرسين، كنت باخد المذكرات على سي دي وبوديه مركز عندنا هنا في اسكندريه اسمه جمعيه النور مكفوفين بنات. كنت بودي السي دي للمركز ده والمفروض ان هو بيتولى يعني الطباعه. يعني انت ما كنتيش بتاخدي اصلا كتب الوزاره بطريقه برايل، كنت بتاخدي المواد وانت اللي بتحوليها. هو كان بيتيجي كتب بس بتيجي متاخره، وغير انها بتيجي متاخره يعني بتيجي بعد ما يكون فات فتره طويله شهرين او ثلاثه او حاجه كده فبتتاخري وفي طبعا. وفي كتب ما جاتش كمان. وغير كده ان حصلت مشكله السنه دي في منهج التاريخ والفلسفه ان المناهج المفروض بتتغير عندنا لما بيحصل تجديد في المنهج بيتغير عندنا في المكفين بعدها بسنه. فحصلت مشكله طول السنه بالنسبه للتاريخ يعني ان عشان في حاجات اتحذفت من المنهج بتاع السنه اللي فاتت. ففضل من اول السنه منهج يقولوا منهج الاول قالوا منهج جديد بعد كده قالوا قديم منهج جديد قديم قديم. وانت في الفتره دي مشتته مش عارفه تذاكري ايه؟ انا او ما مش عارفه هيبقى منهج جديد ولا قديم. فضلت كده لغايه بالظبط 23/5 جه قرار يعني اكيد ان هو منهج جديد 23/5 والامتحانات 3/6 يعني قبل الامتحانات ب 10 ايام بس فترة حاجه قليله جدا طبعا. غير كده هو اللي بيفرق يعني بالنسبه كان للتاريخ ان المنهج الجديد او القديم كان ممكن يبقى سؤال نفس هو السؤال بس اجابته بالنسبه للمنهج القديم في جمل زياده وحاجه كده لان ما كانش الجزئيه كامله على بعضها اللي ملغيه كانت سطور في النص. فطبعا حاجات زي دي بتفرق. اما بالنسبه للفلسفه فضلنا منهج قديم زي ما كنا. كان في جزئيات بتختلف، منهج قديم في جزئيات بتختلف عن المنهج الجديد. منا قلتي طبعا لما كنت متابعه مع الدروس انا المستر كان بيشرح منهج الجديد عشان كنت باخد مع مبصرين عادي. فالحاجات الجزئيات الزياده دي هو المستر يعني ساعدني في ان هو جهز صراحه وقعد معايا انا والبنات زمايلي المكفوفين وشرحهم لنا يعني في البيت وجه منها اسئله فعلا في الامتحانات بس طيب. الحمد لله يعني الحمد لله حبيبتي. منا قلتي لي في بدايه الكلام ان احيانا كان في مناهج بتتاخر عليكي فما كنتيش لسه حولتيها لطريقه برايل فكانت والدتك بتقراها لك. لما كده كانت بتقراها لي وتملاها لي اكتبها انا بنفسي. بحيث ان تبقى حاجه تحت ايديا لغايه ما توصل لي المذكره. طب مش دي صعوبه عليكي؟ مش دي صعوبه؟ مش ده ارهاق ذهني عليكي طبعا. هي كانت صعوبة في ان هي الوقت انها بتاخد الكتابة دي بتاخد وقت طويل وانا الوقت ده كله انا بكتب بس من غير ما اذاكر لسه ما ذاكرتش حاجة طبعا. وغير كده ايديا برضو ان الكتابة برايل بتاخد مجهود جامد، ايديا كانت بتوجعني جامد لان انا كمان مش متعودة على الكتابة برايل من زمان. ان انا بقالي 4 سنين بس في مدرسة النور، انا قبل كده كنت بشوف حبيبتي يعني ربنا معاكي طبعا ومزيد من النجاح والتفوق يا رب في حياتك اللي جايه. قولي لي حابه تكملي في ايه تدرسي ايه؟ معلش الصوت مش واضح قوي. حابه تكملي في ايه وتدرسي ايه بعد كده؟ انا المشكله ان احنا بالنسبه لنا كمكفوفين الكليات المتاحه قليله، يعني مثلا ألسن ودار العلوم في القاهره وانا صعبه بالنسبه لي ان انا اروح القاهره طبعا. بالنسبه للكليات اللي هنا في اسكندريه ما فضلش غير حقوق واداب وثلاث اقسام فقط اللي هو لغه عربيه وفلسفه وتاريخ، وانا مش حابه حاجه زي كده، انا كنت حابه حاجه انجلس يعني. فلو كان قبل كده إيه؟ زمان من سنتين يعني كان في منحه الاكاديميه او حاجه زي كده، ف
فلو في منحه اكاديميه زي دي ادرس حاجه زي ترانسليشن يبقى تبقى كويسه جدا. بس المشكله بقى اللي ظهرت لي دلوقتي ان انا لما اطلعت انا عرفت مجموعي 406 امبارح، بس ما اعرفش درجات مفصله. لما شفت الدرجات النهارده لقيت نفسي ناقصه درجتين في الفرنساوي، وانا متاكده ان انا مقفله الفرنساوي كويس جدا. احنا قلنا انت تابعتي الحلقه من البدايه؟ لا. طيب احنا من البدايه قلنا ان في خطوات للتظلم، ان انت ممكن تعملي خطوات للتظلم في ماده معينه لو انت واثقه ان انت من درجاتك فيها او من اجاباتك فيها. فانت ممكن تعملي الخطوه دي. انا عايزه اعمل حكايه التظلم دي، لان صراحه انا متاكده ان انا مقفله فرنساوي يعني، ورجعت مع كذا حد يعني الاسئله وشايفاها ان انا كويس، فيعني حاجه زي كده تبقى تمام. لا انت ممكن تعملي الخطوات دي متاحه، واحنا في بدايه الحلقه طبعا قلنا الخطوات ايه اللي ممكن تعمليه عشان تقدري ان انت تتظلمي. طيب انا 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 يعني انا طبعا سعيده بيكي جدا، بس في نفس الوقت سعادتي مش هتعمل لك حاجه. انا اللي بفكر فيه ان احنا نقدر من خلال البرنامج نناشد الجامعات في الاسكندريه ان 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 منا، وتحديدا الاكاديميه، هي خاصه الاكاديميه يعني، منا محتاجه ان هي تدخل حاجه هي حباها، والاقسام او يعني قالت حقوق واداب ثلاث اقسام بس، وهي مش حابه الاقسام دي. فيعني اكيد لما يكون في انسان متفوق وموهوب في حاجه ومتمكن منها لازم اننا نساعده وندعمه. فقولي لي يا منا انت بتتمني ايه او بتناشدي مين من خلال البرنامج عندنا هنا، نقدر نقدم لك ايه؟ اتفضلي. انا لو يعني ينفع حكايه الاكاديميه دي يعني بجد حاجه كويسه، لان انا مش عايزه بس ان انا ابقى دراسه وفقط يعني، انا عايزه اجيب تقدير طول الاربع سنين، بس ان انا عايزه ابقى معيده في الجامعه يعني. طب انت عايزه قسم ايه في اكاديميه بالظبط؟ ترانسليشن. تمام. طيب احنا لو نقدر من خلال البرنامج نتواصل مع المسؤولين او رئيس الاكاديميه يبقى شيء طبعا هايل جدا، ونتكلم. واحنا طبعا من خلال البرنامج هنا بنناشد كل المسؤولين انه يعني ما ينفعش ابدا يبقى عندي طالبه متفوقه وما فيش فرايتي قدامها في الاختيار، ان هي تجبر على ان هي تدخل حاجه وهي مش حباها. وده اللي كنت بتكلم عنه في بدايه الحلقه، انه حرام اننا يعني نقحم افكارنا او رغباتنا على شخص هو مش حابب ده. هي ممكن تدخل عشان عشان مجموعها في الكليات المتاحه، ولكن هي عشان من المكفوفين لها كليات معينه، حقوق واداب واقسام بعينها في كليه اداب، وهي مش حباها، فبالتالي هي مش هتكون مميزه في المجال ده. هتدخل هتدخل عشان لازم تدخل كلية أو جامعة، ولكن في النهاية مش هتكون مميزة. لكن لو دخلت القسم أو المجال اللي هي بتحبه أكيد هتكون إنسانة مميزة فيه. بالإضافة لكده كمان هي بتقول إن أنا من اسكندرية ومش هقدر أبقى موجودة في القاهرة عشان أقدر أدخل كلية في القاهرة. فيعني أوعدك يا منة، أوعدك إن شاء الله إن هنقدر نوصل صوتك للمسؤولين في الأكاديمية، ونشوف نقدر نساعدك ازاي. واتمنى ده. احنا فخورين بيكي جدا، وان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق في حياتك اللي جايه. ولا حابه تقولي حاجه قبل ما نختم؟ اتفضلي منا. للاسف بس هي اكيد طبعا سمعتنا. منا طلاب خميس اولى المكفوفين، مشكورك حبيبتي وسعداء بيكي جدا. احنا ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونقدر ان نتبنى موضوع منا، ولحد ما نوصلها للي هي عايزاه وللكليه او للاكاديميه اللي هي حابه تكمل فيها، لان هي فعلا تستحق ده. ان شاء الله ربنا يقدرنا، واساتذه طبعا استاذ احمد سنجابي ساعدنا في الموضوع ده.